ختاما لكلامنا لان وقتنا خلص، بس انا عايز اعرف بشكل في كلمة قصيرة جدا، هل في استجابة من دكتور كمال الجنزوري ولا؟ والله انا مش طبعا الراجل الله يكون في عونه، اولا طبعا مش احنا اللي رحنا، بس احنا كنا من ضمن ناس كتير قوي وكله ليه يعني مطالب و... سيوضع محل الدراسة اه طبعا بالظبط. هو قال لنا اكتبوا الكلام دوت، وتم وبالتالي تقديمه ليه فعلا. وقال لنا كمان على حاجة مهمة جدا، طبعا كله بيرشح في وزارة جديدة وكده، فقال لنا على المرشحين، يعني انتوا ترشحوا شايفين ترشيح ايه، يعني كان كل واحد بيرشح حد بالنسبة للوزارات، يعني هو كان بياخد رأي الشباب ورأي القوى السياسية ورأي القوى الاقتصادية والراجل. طب كان ايه التعليق اللي اتقال لكم من مجلس الوزراء؟ يعني هم شافوا الموضوع ازاي؟ هل ناويين يطبقوه ولا مش ناويين يطبقوه؟ والله احنا كنا محددين جدا في احنا عايزين ايه بالظبط. الموضوع دوت موضوع كبير ويخص الشعب المصري كله ويخص جميع محافظات مصر وجميع وزارات مصر، فالموضوع لازم ياخد شكل رسمي او شكل حكومي، فلازم تكون دي هيئة، يعني على الاقل هتبقى هيئة تمسك الموضوع دوت وتحقق فعلا الموضوع هيكبر. يسمونها ايه؟ هيئة حل مشكلات مصر؟ لا يعني كيفما يعني احنا يعني اقترحنا، تراءى احنا اقترحنا اسماء، لمجلس الوزراء. اقترحنا اسماء، وطبعا مش بنحدد اسم، يعني هو اللي يحددها. كان اقتراحاتكم ايه؟ الاسماء اللي اقترحتوها ايه؟ لا يعني نقطة تانية، اسف بعيد عن موضوع اتفضل. الاسماء، ان هي كمان تبقى تتبع مباشرة من السيد رئيس الوزراء، الوزراء بحيث ان دي شكاوي خاصة بالمواطنين، يعني ما هيبقى توصل مجلس بقى، يعني هو نفهم؟ هيبقى مجلس تقريبا، او لانه مجلس يعني هو دكتور كمال الجنزوري انشا 17 مجلس في الحكومه اللي قبل كده، فده هيبقى بس مجلس دي بقى حل هتمس المشكلات. الناس مباشرة يا فندم، يعني ما هيبقاش في عائق بينهم وبين ان شكوته توصل يعني لغاية رئيس الوزراء مباشرة. طب انا بس عايز توضح لي امثله من المشاكل اللي اتحل، يعني 1014 برضو ده رقم مش قليل، اي نعم هو 23%، بس اكيد مش هنحل مشاكل 60 سنه، مش اكيد مش لا هنحلهم طبعا، لا في طبعا. شهر ولا اتنين ولا في سنه ولا في خمسه وفي ولا 10. نقطة أقولها لحضرتك، ده اتفضل. الموضوع ده يعني حتى الآن كان في إطار في الطور التجريبي اللي كان لسه ما أعلنش بشكل الموضوع لسه ما رسمي. اتعلنش بصفة رسمية، وعشان يتعلم بصفة رسمية لازم الدكتور كمال يصيغه في إطار شكل زي ما بقول لك هيئة أو مجلس أو يعني هو كده. مطلوب من رئاسة الوزراء الجديدة ان هي تشوف ازاي الشكل اللي ممكن يكون مناسب بالظبط. عشان نقدر نخليه في شكل هيئة حكومية، في وجهة للمصريين. طيب بالظبط. حضرتك سألت سؤال وما بالظبط، جاوبناش عليه ما انا عايز اجيب على حتة المشاريع اللي تم حلها. المشاريع بالظبط. اللي تم حلها ده خاصة بمجلس الوزراء، مركز اتخاذ القرار، يعني هو اللي يتسائل فيها التفاصيل الديتيلز دوت. مش احنا ما الديتيلز، يعني احنا عايزين بس اللي ايه، امثله من المشكلات اللي اتحلت عشان برضو الناس تبقى فاهمه بيمسها لانهي درجه. يعني ده لو اتعمل، ونتمنى كمان يعني تكون الوزراء الجدد اللي احنا لسه ما نعرفهمش انه يكونوا بيشوفونا دلوقتي ويتمنوا ده، يبقى عارفين نوع المشكلات اللي ممكن تتحل بالشكل لا ده. جميع نعملها ازاي؟ جميع المشكلات احنا قلنا اللي خاصه بعامه الجمهور هتتحل، يعني لا انا ده بتكلم، اكيد انا عايز بس باللي مثال اللي حصل. اتحل. باللي حصل انا اعرف، يعني طبعا زي ما بقول لحضرتك انا مش شغال في مجلس الوزراء، بس واخد انت بال عندك حضرتك، على اقل علم يعني بمجموعة عندي معلومه منهم. ولا معلومه بسيطه، يعني ان معظمها بمرافق مرافق المياه، يعني المشاكل دايما اللي اتحلت بمرافق الصرف الصحي والمياه، دي من اغلب المشاكل اللي تم السيطره عليها يعني. لكن بالظبط كام بالظبط ده عايز انت حضرتك بقى واحد من مركز متخذ القرار، دعم مركز متخذ دعم اتخاذ القرار. القرار. طيب انتوا شايفين الفترة اللي جاية علينا ازاي؟ بما انه البورصة شكلنا بقى حلو قوي قدام الدنيا كلها، والنزلة نفسها بتاعت الشعب المصري، انا شخصيا بقيت قاعد مذهول، انا مش قادر اعرف هو ايه ده بجد، ده حصل فعلا، ودي اول تجربة ديمقراطية في مصر يمكن في عمرها كله. طب ارتفاع البورصة المفاجئ وتأثير العملية الانتخابية، شايفين الوضع جاي علينا ازاي اقتصاديا؟ بما ان انتوا باحثين اقتصاديين، وانا فهمت ان هي الاول كانت 4 مليار، كانت حاجه بسيطه، وفجاه نطت في مره واحده 11 مليار، 16 مليار 16 ده بالظبط. اخر رقم كان. 16 طب انتوا شايفين الموضوع ازاي، وازاي نقدر نعزز الدفعه او البوست او الطلعه الكويسه دي للاقتصاد؟ وانا ممكن اقول اتفضل. كلمه مبدئيا، الاستقرار. يعني احنا لما بدأ شعور ان الناس نزلت الانتخابات
وبدأت الناس كلها تشارك، وبدأ الناس يعني تلمس شيء إيجابي بتشارك فيه، واللي رايح يحط صوته في الانتخابات عارف إن هو الصوت ده مش ضايع هباء. مبدئيا ده نوع من بداية الاستقرار، لو وبعدين هيبقى بعد كده في مجلس شعب سيتبعه مجلس شورى يتبعها رئاسة، انتخابات رئاسة، يبقى خلاص البلد بدأت تستقر ونبدأ وصلت احنا. وصلت النقطة يا استاذ محمد، انه الاستقرار، وده اكيد الرسالة اللي كل الناس بتوصلها، ويمكن نزول الشعب المصري كله كان لهذا السبب. استاذ عادل حسين المتحدث الرسمي لائتلاف شباب الثورة لتنمية الاقتصاد المصري، واستاذ محمد الالفي المنسق الفني، بنشكركم جدا ونتمنى لكم التوفيق، ونتقابل المرة الجاية بقى وتبقى النسبة عدت ال 51% ويبقى المؤشر ان شاء الله، ويكون ترجم لهيئه او مجلس ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله مشاهدينا، دي كانت نهايه فقرتنا. بنحب نفكركم ان اللي فاتته الحلقه ولسه شايفنا دلوقتي وعايز يشوف حاجات تانية ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا www.youtube.com/user/نهارك سعيد كلمه واحده وبدل العين رقم 3 باللغه الانجليزيه، او يتواصل معنا على الجروب بتاعنا على الفيسبوك نهارك سعيد، او على تويتر تويتر/نهارك سعيد. نشوفكم الفقرة اللي جاية بعد الفاصل، تابعونا.